يقول السائل: يا فضيلة الشيخ، يلاحظ على الشباب في هذه الآونة الأخيرة إهمالهم وزهدهم في تعلم العقيدة ومدارستها ومراجعتها والاهتمام بذلك وانشغالهم بأمور أخرى، فما هو توجيه فضيلتكم لهؤلاء الشباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنني أنصح للشباب ولغيرهم من كل مسلم أن يهتم بالعقيدة أولا وقبل كل شيء، لأن العقيدة هي الأصل الذي تبنى عليه جميع الأعمال قبولا وردا. إذا كانت العقيدة صحيحة موافقة لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، خصوصا خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فإن سائر الأعمال تقبل مع العقيدة الصحيحة إذا كانت هذه الأعمال صادرة عن إيمان خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وموافقة لما شرعه الله ورسوله. وإذا كانت العقيدة فاسدة أو كانت عقيدة ضالة مبنية على العوائد وتقليد الآباء والأجداد، أو كانت عقيدة شركية، فإن الأعمال كلها تكون مردودة لا يقبل منها شيء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال والأقوال والأفعال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من كان يريد النجاة لنفسه ويريد قبول أعماله ويريد أن يكون مسلما حقا، فعليه أن يعتني بالعقيدة، لأن يعرف العقيدة الصحيحة وما يضادها وما يناقضها وما ينقصها حتى يبني أعماله عليها، وذلك لا يكون إلا بتعلمها من أهل العلم وأهل البصيرة، لأن يتلقى عقيدته عن أهل العلم الذين تلقوا عقيدتهم عن سلف هذه الأمة. فلا بد لكل مسلم أن يهتم بتعلم العقيدة ومعرفتها ومعرفة ما يخالفها وما ينقصها. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد ترجم البخاري رحمه الله ترجمة قال فيها: باب العلم قبل القول والعمل، وساق هذه الآية الكريمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، حيث بدأ الله سبحانه وتعالى بالعلم قبل القول والعمل. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرتب السلامة من الخسار على مسائل أربع: المسألة الأولى الإيمان، ويعني الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح والأقوال الصالحة، وعطف عليه عطف الأعمال الصالحة على الإيمان من باب عطف الخاص على العام، لأن الأعمال داخلة في الإيمان، وإنما عطفها عليها اهتماما بها. المسألة الثانية المسألة الثالثة تواصوا بالحق، يعني دعوا إلى الله
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لما اعتنوا بأنفسهم أولا وعرفوا الطريق دعوا غيرهم إلى ذلك، لأن المسلم مكلف بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أمر بالمعروف نهي عن المنكر. فتواصوا بالصبر، هذه المسألة الرابعة، صبر على ما يلاقونه في سبيل ذلك من التعب ومن المشقة. فلا سعادة للمسلم إلا إذا حقق هذه المسائل الأربع. أما الاهتمام بالثقافات العامة والأمور الصحفية وأقوال الناس وما يدور في العالم، فهذه إنما يطلع الإنسان عليها بعدما يحقق التوحيد ويحقق العقيدة ويطلع على هذه الأمور من أجل أن يعرف الخير من الشر، ومن أجل أن يحذر من ما يدور في الساحة من شرور ودعايات مضللة. لكن هذا بعدما يتسلح بالعلم، يتسلح بالعقيدة الصحيحة، يتسلح بالإيمان بالله ورسوله. أما أن يدخل في مجالات الثقافة والأمور الصحفية وأمور السياسة وهو على غير علم بعقيدته وعلى غير علم بأمور دينه، فإن هذا لا ينفعه شيئا، بل هذا يشتغل بما لا فائدة له منه، ولا يستطيع أن يميز الحق من الباطل. كثير ممن جهلوا العقيدة واعتنوا بهذه الأمور ظلوا وأضلوا ولبسوا على الناس، بسبب أنهم ليس عندهم بصيرة، ليس عندهم علم يميزون به بين الضار والنافع وما يؤخذ وما يترك وكيف تعالج الأمور. لذلك حصل الخلل وحصل اللبس عند كثير من الناس، لأنهم دخلوا في مجالات الثقافة ومجالات السياسة من غير أن يكون عندهم علم بعقيدتهم وبصيرة من دينهم، فحسبوا الحق باطلا والباطل حقا.